اليوم تشرفنا بزياره السيد المحافظ ومدير بلد مدير بلديه ومدير الطرق والجسور بزياره موقعنا اللي هو الرصيف التارتان رصيف التارتان لمحاذاه الكورنيش طبعا هذا الرصيف التارتان الاول من نوعه في محافظه نينوى قد سبق احنا شركتنا كان عملت بغير مناطق بس حاليا في الموصل اشتغلنا على نظام البيو ساندوش اللي هو نظام العالمي للاركاض على الهواء الطلق اللي هو يتكون من ثمان طبقات اللي هو الاس بي ار والمطاط والكوشن وعدة طبقات متكاملة حتى المواد الكيميائية اللي تؤثر بالأشعة فوق البنفسجية وكان العمل الحمد لله خلال أسبوع إحنا إن شاء الله راح نسلم العمل في أقرب وقت وكان العمل جيد جدا حاليا الطبقة الثالثة وعندنا بعد خمس طبقات إضافية بإذنه تعالى راح نكون يعني تقريبا في نهاية الأسبوع جاهز للركض وجاهز إن شاء الله أمام المواطنين ونشكر القناة الموصلية نشكر القائمين على العمل والحمد لله شركتنا هي الأولى في هذا العمل يعني راح يشاهدون ان شاء الله هذا نظام ونظام عالمي ونظام ونظام سيستم اللي كان في دبي انا قبل ثلاثة اشهر كنت في دبي نفس السيستم احنا عملنا عليه هذا نقلناه صوره لكون السيد المحافظ والقائمين مدير بلديه ان ارادوا عمل جيد لمحافظه لانه تعرف محافظه نينوى يعني ان شاء الله تنهض بالنهوض الواقع الخدمي